شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي احتفال القوات المسلحه بتخريج دفعات جديده من اكاديميه ناصر العسكريه العليا وكليه القاده والاركان واكد وزير الدفاع في كلمته حرص القياده العامه للقوات المسلحه على تطوير المنظومه التعليميه بشكل متكامل بالتنسيق مع كافه مؤسسات الدوله لاعداد الكوادر المؤهله بكافه القطاعات وتوعيه بمختلف التحديات التي تواجه الامن القومي. شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي احتفال القوات المسلحه بتخريج دفعات جديده من اكاديميه ناصر العسكريه العليا وكليه القاده والاركان، والتين ضمتا الدورات رقم 45 من كليه الحرب العليا، والدوره رقم 51 من كليه الدفاع الوطني، والدوره رقم 23. للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك الدورات رقم 71 أركان حرب عام، والدورتين رقم 43 و44 أركان حرب تخصصية، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وضمت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين، وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. بدأ الاحتفال بتلاوه آيات من القران الكريم عقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن اكاديميه ناصر العسكريه العليا وكليه القاده والاركان تناول الاسهامات العلميه والبحثيه التي تقدمها الاكاديميه وكليه القاده والاركان وقام رئيس هيئه تدريب القوات المسلحه باعلان نتيجه التخرج للدورات المختلفه بكل من اكاديميه ناصر العسكريه العليا وكليه القاده والاركان عقبه اعلان مدير اداره شؤون ضباط القوات المسلحه قرار منح الدرجات العلميه وتقديم الانواط لاوائل الخريجين وقام الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه بتقليد اوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقه الثانيه وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مده دراستهم بالاكاديميه وكليه القاده والاركان وفي نهايه الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافه مؤسسات الدوله لاعداد الكوادر المؤهله بكافه القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الامن القومي المصري كما اشار الى ان القوات المسلحه المصريه اصبحت قوات عصريه حديثه تحتل مكانه مرموقه بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشريه مدربه وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها للحفاظ على امن الوطن وصون مقدراته